أهلاً وسهلاً فيكم أصدقائي من جديد في حلقة جديدة من برنامج ألو ولا. اليوم من جديد رح ننبسط ورح نلعب ورح نقضي وقت حلو في البرنامج، وألعابنا كتيرة، 5 ألعاب يا أصدقاء. الكمبيوتر رح يعطيكم وحدة بس من 5 ألعاب، وإنتوا بس عليكم تركزوا وتنتبهوا منيح للوقت وتوطوا صوت التلفزيون وتسمعوني من سماعة التلفون. كل عام وانتو بخير ورمضان كريم. ولحتى ما نطول على الاصدقاء اللي صلهم من امبارح بتصلوا، خلينا نقول الو لاول اتصال. الو الو، مرحبا. اهلا اهلا وسهلا فيك، شو اسمك؟ رولا. هدى؟ لا، رولا. رولا، يا ميت اهلا وسهلا فيك يا صديقتي رولا. طمنيني عنك يا رولا، اخبارك تمام؟ منيحة الحمد لله. الحمد لله دائما. رولا، جاهزة لتلعبي معنا؟ ولا عادي احكي لك اشي؟ تفضلي. انا كثير بحب الرياضيات، ممكن تحطي لي احرز الهدف؟ احرز الهدف، يلا. يا ترى يا صديقتي شو العملية اللي ناتجها 4؟ برافو، احرزت الهدف الاول. الهدف الثاني والعملية الثانية شو هي اللي ناتجها 0؟ 4-0. برافو شطورة يا رولا. العملية الثالثة يا ترى كمان شو العملية اللي ناتجها 0؟ 6. برافو عليكي شطورة يا صديقتي. شكرا شكرا يا رولا، اسمك رح يفوت معنا على السحب وان شاء الله بتكوني من الفائزين. الى اللقاء، باي باي رولا. وهلأ ناخد اول اتصال او تاني اتصال. نقول الو. الو، مرحبا. الو، مرحبا. الو الو، انا سامعتك، انت سامعني؟ شو اسمك؟ أحمد عباد. كيفك يا أحمد؟ زين. صايم؟ عشان رمضان هيك تعبان؟ رمضان كريم. الله أكرم، صايم صومة العصفورة ولا صومة كاملة؟ صومة كاملة. برافو يا أحمد شطور. قديش عمرك؟ 10. يا سلام شاطر، برافو عليك إنك بتصوم وإنت بهذا العمر، يعني لازم تصوم صومة العصفورة، بس إذا بتقدر برافو عليك شطور كتير. طيب يا أحمد بتحب نلعب سوا؟ دور حبل. بدك أحرز الهدف؟ مهن وحرف. مهن وحرف، طيب يلا نشوف المهن وحرف. يا ترى هاي الخياطة شو أدواتها؟ أعطيني أدواتها الثلاثة يا أحمد. 5-2. لا لا لا، 5-5. لا 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 لا، احنا رحنا على مهن وحرف. زرار. الزرار، يا سلام. وكمان والباكدة. يا سلام. وخيطان. خيطان، يا عيني عليك شو شطور، برافو برافو يا صديقي. شكرا يا احمد، الى اللقاء، باي باي. واسمك اكيد رح يفوت معنا على السحب. شكرا يا صديقي. وانا بعتذر لكل الاصدقاء اللي ما بيلقط معهم الخط، وبعتذر لكل الاصدقاء اللي ما بنقدر نحكيهم خلال الحلقة، لانه اكيد وقت البرنامج محدود واللي بيتصلوا اكتر بكتير من وقت البرنامج. لهيك يا اصدقائي انا بدي اياكم تسامحوني وتضلكم تتصلوا طول الايام الجاية، لانه ما بدنا نفقد الامل ودائما لازم نكون مصرين لحتى نقدر نعمل اللي بدنا اياه. وانا واثقة انه كل حدا اصر رح يقدر يلقط معه الخط ان شاء الله ويشارك فيه، يشارك معنا في البرنامج. وهلأ ناخد اتصال جديد ونقول الو. الو، مرحبا. الو الو، مرحبا. اهلين، شو اسمك؟ عصام ماهر. شو اسمك؟ عصام؟ طيب يا شهد ليش معصبة؟ عصام.
طيب أهلين يا عصام، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. مبسوط؟ اه. كل عام وانت بخير ورمضان كريم. أهلا وعليكم. طيب يا عصام، جاهز نلعب سوا؟ اه. يلا كمبيوتر، شو رح تختار له؟ احرز الهدف. عصام، يا ترى شو العملية الحسابية اللي ناتجها صفر؟ صفر ضرب صفر. يا عيني عليك، برافو برافو، شطور يا صديقي. ويا ترى شو العملية الحسابية اللي ناتجها 25؟ خمسة ضرب خمسة. يا عيني عليك، برافو برافو. ويا ترى شو العملية الحسابية اللي ناتجها 4؟ واحد ضرب أربعة. يا عيني عليك، شو شطور. شكرا لك يا صديقي عصام، اسمك بفوت معنا على السحب، وأنا بتمنى لك التوفيق. إلى اللقاء يا صديقي، أحرزت 3 أهداف وأثبتت إنك شاطر بالرياضيات، شطور يا صديقي، بتمنى أشوفك أهم لاعب بكل الدنيا. إلى اللقاء. وهلأ اتصال جديد، نقول ألو. مرحبا. ألو. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ لجين. قصاي؟ لجين. لجين، أهلين يا لجين، كيف حالك يا لجين؟ الحمد لله. قديش عمرك؟ 3. ما شاء الله 3 سنين وبتحكي كتير حلو، شطورة، أهلين يا لجين. بتحبي تلعبي معنا؟ يلا نروح نلعب. صديقتي هاي البسة بدها توصل للأكلات تبعونها، يا ترى أي طريق بتدليها يا لجين؟ واحد واحد. يا رب يكون واحد، يا رب يا رب. يا عيني عليكي، شطورة يا لجين، شكرا شكرا شكرا، باي باي لجين. لجين الشطورة كمان اسمها بفوت معنا على السحب. إلى اللقاء يا لجين. وناخد اتصال جديد، نقول ألو. مرحبا. أهلين. كيف حالك؟ لا. شو اسمك؟ أحمد. اهلا وسهلا فيك يا احمد، من وين انت؟ النوبة. اهلين فيك وبكل اصدقائنا من نوبة. احمد قديش عمرك؟ عين الطريق. طب قولي اول اشي قديش عمرك؟ 4. 4، يا سلام، شاطر كتير يا احمد، العمر كله يا رب. يلا نروح نلعب، أين الطريق؟ يا ترى هاي الدجاجة المنتوفة بدها توصل للصيصان، أي طريق يا ترى؟ هاي دجاجة منفوخة مش منتوفة. اثنين. يا سلام، شطور 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 يا أحمد، برافو عليك، إلى اللقاء. وأحمد قدر يوصل الجاجة للصيصان. وهلأ اتصال جديد، نقول ألو. ألو. مرحبا. ألو. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا، شو اسمك؟ مرحبا. مليون مرحبا، شو اسمك؟ حلوة. مرحبا. مليون مرحبا، شو اسمك؟ أحمد. أهلين يا أحمد، أخبارك تمام؟ أحمد. أهلين أحمد، أنت رفعت صوت التلفزيون؟ إيش يا أحمد؟ أحمد وينك؟ أحمد يلا نلعب خلاص. راح أحمد؟ ليش يا شهد راح أحمد؟ ليش؟ زعلاني كتير لأنه راح أحمد، زعلاني زعلاني، يا الله شو زعلاني. بس خلاص يا أحمد، رح أحط اسمك بالسحب إن شاء الله، لا تزعل يا أحمد، باي باي يا أحمد. وهلأ
اتصال جديد، نقول ألو. مرحبا. مليون مرحبا. شو اسمك؟ أنا اسمي حسن والد. حسن يا ميد، أهلا وسهلا فيك يا حسن. أهلا فيك، قديش عمرك يا حسن؟ عمري 11. ما شاء الله، العمر كله يا ربي صايم؟ آه نعم، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. قلي شو طلبت من ماما تعمل لك اليوم؟ اليوم طلبت من ماما تعمل لي كبة. يا سلام، زكي كتير الكبة. سلم ايديها ماما. اتفضلي حبيبي. شكرا كتير كتير كتير. خلص بتفق معك ليوم وباجي بفطر عندك انا اكيد. بوعدك يا احمد. دا كلك اشي. انا اسمي حسن. دا كلك شي. بدي اقول لك شيء حبيبي حسن. انا كتير اسفه، بطلت تعزمني؟ امبلا. بطلت تعزمني عشان لخبطت باسمك؟ نعم بلا، بدي اعزمك. طيب خلاص انا رح اجي بوعدك. قل لي شو بدك تقول لي. بدي اقول لك انه عندي قناه على اليوتيوب. يا سلام، طيب احكي لي عنها. اسمها حسن الرماوي. حسن الرماوي، شو بتعمل فيها؟ بمثل فيها تمثيل، في تمثيل كوميديا وفيها بيهدفش لهدف، وفي بمثل فيها تمثيل بعلم الناس في لهدف. الله، طب يا حسن تعال زورني على التلفزيون، حابة أشوفك وأتعرف عليك، بلكن عملنا إشي مع بعض أنا وياك. بتعرف أنت شخصية مشهورة وأنا كمان شخصية مشهورة، ممكن نعمل إشي مع بعض، شو رأيك؟ أنا ما نشكر شخصية مشهورة كثير كثير كثير. إيش؟ مانيش شخصية مشهورة كثير كثير كثير. طيب رح تصير اشي كثير 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 مشهور. انت عندك قناة على اليوتيوب، معناته انت شخصية مشهورة، بس واضح انك متواضع كثير يا حسن. صح، شكرا. طيب لازم اشوفك حسن، توعدني؟ اه طيب. ولا تنسى تعطي صديقتي شهد رقمك عشان نحكي مع بعضنا. اه اعطيتها رقمي. واحكي معي على الفيسبوك لانه انا كتير معنية بصداقتك يا حسن. تمام؟ تمام، على فيسبوك الو ولاء صح؟ ايوه، او على فيسي انا كمان الشخصي. يعني شو اسم فيسك الشخصي؟ تمام يا حسن حبيبي، شكرا شكرا، انا مبسوطة اني تعرفت عليك. يلا نروح نلعب عشان في اصدقاء قاعدين بعيطوا علينا. يلا طيب. يلا، الكمبيوتر اختار لك حرف ومهن، وأكيد كونك شاطر وفنان فبتعرف أدوات هاي الفنانة. يلا هاي رسامي، شو أدواتها يا حسن؟ لوحة الرسم. يا سلام. ولوحة الألوان. يا سلام. ولوحة الفراش اللي بترسم. يا عيني عليك يا حسن، شو شاطر، شكرا 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 يا صديقي. باي باي يا صديقي حسن، ان شاء الله لقاءنا قريب. باي 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 باي. وهلا اتصال جديد، نقول الو. الو. مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ يامن. ايش اسمك؟ يامن. يامن؟ اه. كيف حالك؟ الحمد لله. مبسوط؟ صايم؟ شو رح تفطر؟ لوخية. ايش بدك تفطر؟ ملوخية. يا سلام، زاكي كتير بحبها كتير الملوخية. يا الله شو زاكي، صحتين وهنا يا صديقي يامن. يامن بدك نلعب مع بعضنا؟ يلا. طب انت زعلان؟ لا. تعبان؟ لا. طيب شو مالك هادي؟ نعسان. نعسان، طيب تعبان يعني. يلا بدنا نروح نصحصح ونحرز اهداف في جدول الضرب. صديقي يلا قل لي شو العملية الحسابية اللي ناتجها صفر. وما طلعت لك. يلا يلا يلا. برافو عليك، شطور يا صديقي.
وهي أول هدف. صحصح يا يامن. يا ترى شو العملية الحسابية اللي ناتجها 25؟ 5 ضرب 5. برافو، وهدف تاني ليامن. يا عيني عليك لاعب مر يا يامن. يا ترى شو العملية الحسابية اللي ناتجها 10؟ 2 ضرب 5. يا عيني عليك، والكابتن يامن أحرز الهدف الثالث. برافو عليك في الدقيقة 50. يامن جاب الهدف الثالث. يا عيني عليك، شكرا شكرا عن جد، إنك لاعب فنان يا يامن. شكرا لك يا صديقي، واسمك بفوت معنا على السحب. إلى اللقاء، باي باي. حاولت يعني أكون زي الناس هدول اللي بيحكوا في المباريات، بعرفش إذا زبطت معي ولا لأ، بس أنا هيك شفت يامن شطور. طيب خلينا نغني شوي. لا 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 لا، والله محتارة أي طريق أروح. لا 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 لا. يا سلام، يلا ناخد اتصال، نقول ألو. ألو، مرحبا. هلان. مين معي؟ شو اسمك؟ هلان. شو اسمك؟ ريماس. ريماس كيف حالك؟ مبسوطة يا ريماس؟ الحمد لله. ريماس وين انتي؟ ليش ما بتردي؟ الحمد لله دائما وابدا. قديش عمرك؟ قديش عمرك يا ريماس؟ 10 سنين. العمر كله. يلا نلعب. 10 سنين. صديق المزارع بده يوصل الطريق في لعبة أين الطريق يا ترى؟ أي طريق رح يوصل؟ 2. يلا نشوف ونوصل المزارع. 2. يا رب يكون صح. يا عيني عليكي، شطورة يا ريماس، شطورة شطورة كتير. برافو عليكي يا صديقتي، إلى اللقاء، باي باي يا ريماس. وهلأ اتصال جديد، نقول ألو. مرحبا. ألو. مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ لمار الشريف. أهلا وسهلا فيك يا لمار، أخبارك تمام؟ الحمد لله. تحبي تلعبي معنا؟ أكيد. جاهزة لتلعبي معنا؟ آه. تحمسي تلعبي معنا؟ كتير. يلا نلعب. بحبك كتير. وأنا كمان بحبك كتير كتير. هتعرفك من سنة رمضان عشان نشوفك. يا حبيبة قلبي، شكرا كتير 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 إلك. طيب أي لعبة بدك؟ ولا الكمبيوتر رح يختار لك؟ خلي الكمبيوتر. خلي الكمبيوتر يا عيني عليكي. الكمبيوتر اختار لك مهن وحرف. هذا المهندس الرائع، يا ترى شو أدواته؟ الطائية. طائية، برافو. المتر. المتر، برافو عليك انك عرفتي المخرج مش عارف انه متر. يا عيني عليكي، شكرا يا صديقتي، والله انك شاطرة كتير كتير، اكتر ما بتتخيلي، شطورة. الى اللقاء حبيبتي، باي باي. وهلأ اتصال جديد، نقول الو. مرحبا. الو. مرحبا. الو. الو، انا سامع بس صوت رقية. الو. حسن حسن حسن. مرحبا صديقي، كيفك؟ طب شو اسمك؟ لميس. بنت، اهلين يا لميس، كيف حالك يا لميس؟
لميس مبسوطة؟ لميس؟ لميس انت منيحة؟ لميس وينك؟ أنا بعتذر منك يا لميس لأنه صوتك مش واضح كتير، إحنا رح نضطر نقطع الاتصال وناخد اتصال تاني ونقول ألو لحدا تاني. مرحبا. ألو أصدقائي، لازم تكونوا محضرين أرقام التليفونات تبعتكم من قبل لحتى تقدروا تنقلوهم لصديقتي شهد وصديقتي رقية، وإلا بضيع الوقت دايماً بتنقيل الرقم على التليفونات. وهلأ ناخد دينا ونقول مرحبا يا دينا. أهلاً. كيف حالك؟ الحمد لله. مبسوطة؟ الحمد لله. دينا بتحبي تلعبي معنا؟ أكيد. يلا نروح نلعب. يلا. والكمبيوتر اختر لك أوجد الفرق. يا ترى شو هن الخمس فروق بين هالصورتين؟ أيوة يا دينا يلا. الفصل على اللعبة. اللعبة. برافو. اللعبة الحذائية الأم. سلام. اللعبة في ايد الام. يلا دينا غيره غيره. الكتاب. كتاب. برافو. كمان. الكتاب. اسرع اسرع، الكتاب طلع. غيره. هو زجاج البنت. يا عيني يا عيني. كمان الزجاج البنت. صح. يلا كمان. يلا يا دينا اسرع، ضل فرقين يا دينا، ضل فرقين وعشرين ثانية، 19 ثانية. يلا 17 16. دينا الكتاب الحذاء ايد الولد. يلا 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 كمبيوتر، مشان الله ساعدها بسرعة بسرعة بسرعة. الزرار. دينا 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 دينا. أنا كتير زعلانة يا دينا، قلت لكم كتير يا أصدقائي ركزوا منيح، الوقت كتير قليل ولازم تركزوا منيح بالوقت، بس انتو ما بتسمعوا الكلام. بتمنى انه دينا ما تزعل، وانا مع ذلك المرة لانه الكمبيوتر هو اللي لخبط، دينا ما لخبطت، رح نفوتك على السحب. يا سلام، دينا فاتت على السحب. الى اللقاء دينا، باي باي. ولا اتصال جديد نقول الو. آخر اتصال. ألو مرحبا. أهلا. مين معي؟ رغد. كيف حالك يا رغد؟ الحمد لله. يلا نلعب يا رغد. يلا بدي حرف ومهن. حرف ومهن. هذا الطالب النجيب كيف بده يروح على المدرسة؟ يا ترى شو أدواته؟ الدفتر. دفتر. برافو. والكتب والشنطة. شنطة. برافو. يا عيني شكرا كتير، باي باي. واتصال تاني نقول ألو. مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو ألو. مرحبا. ألو ألو، أنا سامعة، مين معي؟ أهلين محمد. شو اسمك؟ معتز. أهلا وسهلا فيك يا معتز، يلا نلعب. بدي حرف الهدف. ما معتز الكمبيوتر اختار لك أين الطريق، وهذا ساعي البريد لازم توصله على الطريق تبعه، يا ترى وين طريقه؟ يلا يا معتز أسرع. رقم واحد. رقم واحد. رقم واحد. يا عيني عليك، شطور يا معتز، برافو. إلى اللقاء يا معتز،
شكرا كثير لإلك وشكرا لكل الأصدقاء اللي تابعونا، بس ما بقدر أنهي قبل ما ناخذ هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا. ألو ألو، كيف حالك يا لين؟ لين باي باي لين، أنا آسفة لين، إن شاء الله بتربحي وبتفوتي معنا وبتلعبي معنا الأسبوع، مش الأسبوع بكرة يعني. باي باي لين وباي باي لكل الأصدقاء، بحبكم كتير، بشكركم كتير على المتابعة وعلى كل شيء. أنا اليوم بدي أشكر صديقي أمجد، صديقتي رقية، وصديقتي شهد، صديقي محمد الحاج أحمد، وصديقي راء، صديقي راء وصديقي معتز، وصديقي محمد فرج، وصديقي محمد الحاج أحمد. قلت محمد الحاج أحمد صح؟ ليش أقوله كمان مرة؟ يا الله شو بتحب حالك؟ طيب خلاص هلأ بدنا نقول شو اسم المهندس؟ رامي قنديل وأنيس شحتيت وكلهم كلهم كلهم بقولكم أنا بحبكم كتير. ونسمة كمان نجمة نجمة بالأمس آر، وكل الأصدقاء اللي بيتابعونا بقولكم كلكم واحد واحد كلياتكم بحبكم كتير. ولقائنا بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ألو ولا، إلى اللقاء.